في ظل ظروف إقليمية ودولية حساسة ودقيقة وانقسامات تجاه ملفات عربية، تنعقد القمة العربية في دورتها 25 في الكويت، ولعل أبرز هذه الخلافات انقسامات بشأن الوضع في مصر والأزمة السورية وتعريف الإرهاب، واختلافات بشأن العلاقات مع إيران، إضافة إلى الانقسام الخليجي الذي برز مؤخرا بسحب الإمارات والسعودية والبحرين سفرائها من قطر. تتباين الآراء بشأن مخرجات هذه القمة أيضا، فهناك من يرى أنها لن تحدث فرقا. لماذا لم يستطع العرب حل هذه القضايا؟ لأنهم عاجزون عن حلها ولا توجد لديهم رؤية واضحة كيف يحلون مشاكلهم. قضية العرب أنهم ليسوا واضحين ولا يدركون ولا يعلمون وليس لديهم رؤية في حل قضاياهم، فكيف يحلون قضاياهم؟ البيانات التي تخرج عن القمة العربية لو حصرنا ولو عديناها كلها تتشابه ولم يتحقق منها شيء. نبرة التشاؤم هذه تقابلها نبرة مغايرة تقول إن الظرف الذي تعقد فيه القمة سيفرض لغة جديدة في التعاطي مع القضايا المطروحة. متفائل ليس من القرارات، لكن متفائل في الحقيقة من لهجة الخطاب. لهجة الخطاب هذا أعتقد إلى أنها يعني أصبح الآن السياسيين أكثر واقعية وأكثر في الحقيقة حساسية لمطالب الشارع العربي. فريق ثالث قال إن من يحضرون لا يحملون حلولاً لقضايا هامة، ومن يغيبون تغيب معهم إمكانية معالجة ملفات حساسة. ما بين متفائل بشأن انعقاد القمة العربية ومتشائم، يظل الجدل دائراً بمدى إمكانية أن تفضي هذه القمة المنعقدة في الكويت إلى قرارات تتناسب وحجم الأزمات التي تظلل العمل العربي المشترك. رفيع الطالعي، سكاي نيوز عربية، الكويت.